كما ترون أقوال وجيهة، ونستطيع أن نوجهها بحيث يحصل إيش؟ ائتلاف حقيقة. وهذا هو الفقه. فالذي حقيقة كتب كتاب الفقه على المذاهب الأربعة أساء في مسألة، أنه أثبت وتعمد، لا أقول تقصد، أثبت وتعمد عدم الوفاق بين المذاهب. وكثير من الأقوال الفقهية في الخلاف بين الفقهاء نستطيع أن نؤلف بينها، لكن هذا يحتاج منا إلى ملكة بعد فضل الله، بحيث أنك تفهم كلام الفقهاء وتوجهه، فيصبح هناك ائتلاف. وعلى ضوئها حقيقة يصبح تقارب بين المسلمين ويقل الخلاف، لأن الناس عندما يقفوا على الخلاف يقولون لا يمكن الجمع بين أقوال الأئمة. شو لا يمكن الجمع يا أخي؟ كثير من الخلاف بين العلماء خلاف لفظي، بل هناك حقيقة مبحث أصولي، وهو الخلاف اللفظي بين الأصوليين. يقيمون نقاشات الأتباع والخلاف بين هذا العالم وهذا العالم، خلاف إيه؟ لفظي. وكتبت رسالة دكتوراه مطبوعة في مجلدين، الخلاف اللفظي بين الأصوليين. فلا نستعجل إخواني في الله في تعظيم الخلاف. رجعنا الآن.